أما الراعي الصالح بالمقارنة مع الرعاة المزيفين، أما الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. الراعي الصالح بيتكلم عن جمال وكمال الرب يسوع المسيح، لأنه ليس صالح إلا الله، كلمات يسوع المسيح. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فالمسيح هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يضع نفسه، أي هو مركز الاتضاع. مكتوب يضع نفسه أو أخلى نفسه، أسلم نفسه، لم يرضي نفسه، بل بحسب نبوة إشعياء 53 سكب للموت نفسه. واضح من كل هذه الآيات بتتكلم عن البذل والعطاء والتضحية، وهذه ميزة الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف.